بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن أعمال معالجة الشحة المائية وحسب توجيهات معالي الوزير، قامت الهيئة العامة للمياه الجوفية في واسط إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية بإنجاز حفر آبار النفع العام ضمن خطة العام الحالي والبالغة 10 آبار، كما قامت بحفر 21 بئر ضمن القرى التابعة لقضاء الحي لغرض توفير مياه إرواء الحيوانات والاستخدامات المنزلية. كذلك قامت هيئتنا بحفر آبار النفع الخاص للأغراض الزراعية والبالغ 10 آبار. أيضا تم المباشرة بإعادة تأهيل وصيانة 12 بئر في القرى التابعة لناحية زرباطية الحدودية، حيث تستمر أعمال حفر الآبار ليلا ونهارا لغرض إنجاز الخطة المكلفين بها. رئيس مهندسين أقدم حسين عبد المهدي، مدير المياه الجوفية واسط.